بسم الله، هنبدأ إن شاء الله مع بعضنا بعد ما جهزنا بس كده بسرعة الفايلز الأساسية. المفترض إن إحنا هنربط بالمونجو دي بي بتاعتنا عشان الباك إند يبدأ يعمل عمليات الكرود أوبريشنز. فنفتح المونجو كومباس أو غيره. أول حاجة هنزل حاجة اسمها مونجوز، هنزل حاجة اسمها إيه؟ مونجوز. فعملت npm install مونجوز. ايه المونجوز؟ المونجوز عباره عن درايفر، هو عباره عن حلقه وصل هتتم ما بين النود وما بين مين؟ ما بين المونجو دي بي. هو عمليه الربط اللي هتتم. ده ابلكيشن وده لغه برمجه، والاثنين يتموا مع بعض. الارتباط هيتم ازاي؟ في كذا طريقه، كلها عباره عن درايفرز بتساعد النود ان هو يوصل للمونجو دي بي. لكن المره دي احنا بنتكلم على المونجوز، هو دي الطريقه اللي احنا هنحاول نتبعها ان شاء الله في ان احنا ايه؟ في ان احنا نربط الاثنين مع بعض. هو طبعا اوبجكت دوكيمنت مابر او او دي او يعني او دي ام، كل فكرته انه عايز يفتكر او يشتغل عشان في ريليشن ما بين البيانات، فيحاول يفهمك يعني يفهم يعني ايه ريليشن. في فاليديشن لازم يتحقق من حاجات معينه، يعمل ترانسفيرنج للاوبجكتس ويبدا يفهمها هكذا. فهو عايز يعمل زي لاير كده فيها، مثلا اقول ان ده الفيلد ده ريكوايرد، مش عارف ايه دوت غلط، او في بيانات لازم تتحقق منها الناحيه الثانيه، مش عارف ايه. يعمل لي شويه ايه يعني بعض العمليات اللي ممكن تكون بتتعمل بشكل ايه، بشكل مانوال او يدوي، عشان اتحقق من البيانات وتكاملها مع بعض او تكاملها ما بينهم من بعض. انا عملت كريت داتابيز على العموم، سميتها بنك دي بي مثلا على سبيل المثال. الداتابيز بتاعتنا هي موجوده، عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها كوليكشن اسمه كاستمر. للتجربه الاول همشي الاول بمستوى بسيط، يعني واحده واحده. انا بس عايز اوضح يعني ايه ام في سي. الام في سي ان انا الاول هفتح يعني، او فكرتها ان انا بفتح الويب سايت بتاعي، والويب سايت دوت بيبقى عباره عن يو ار ال انا بحطه، وعايز اقسم بقى البروجكت بتاعي في مجموعه من الفايلات، خلاص، عشان اقسم الشغل بتاعي شويه في الفايلز. فاول حاجه الام اللي هي موديل، ودي فيها فكرتها كلها، بحط كل الفايلات المرتبطه بالشغل بتاع الداتابيز، كل الملفات اللي هي مرتبطه بشغل الايه الداتابيز، اللي هي زي الكاستمرز وكده يعني. بعد كده في عندنا في اللي هي الفيوز، والفيوز دي هي اللاي اوت او الحاجات اللي فيها الاتش تي ام ال والفيوز بتاعتنا والكلام ده كله. وبالنسبه للفيوز في الجزء ده من البروجكت بتاعنا، او في البارت ده احنا هنديزاين بس اي بي اي، فمش هيبقى عندنا فيو، بس الناس اللي اخرت قبل كده يعرفوا تعملوا باي فيو بايا كان، ما عندهمش مشكله. لكن احنا مش دي قضيتنا دلوقتي، احنا قضيتنا ان احنا هنعمل اي بي اي، فمش هنستغل الفيوز، لان الفيوز هنعملها كفرونت اند، هنعملها كايه؟ كفرونت اند. طيب اخر حاجه اللي هي السي اللي هي كنترولر، والكنترولر بيبقى عباره عن ايه؟ ده اللي بنحط فيه كل اللوجيك اللي هو بتاع ازاي الابلكيشن هيشتغل ويحلل البيانات اللي جايه ويشوف هيعمل ايه ويعمل ايه اوبريشنز عشان يعرض لي ايه؟ عشان يعرض لي البيانات ديت على الفيو بتاعي، ويبدا يحصل ريندرنج على الويب سايت. ونرجع بقى من الريكوست، يحصل حاجه اسمها راوتنج. الراوتنج ده مهم. ايه الراوتنج؟ الراوتنج هو الحته المسؤوله ان هي توجه لانه كنترولر موجود وتشغل ايه بالظبط. تكتب عنوان معين وهي تشوف العنوان دوت هتشغل بيه انه كنترولر، والكنترولر يروح بقى يمانج او يجيب البيان او يخلي الموديل يتعامل مع الداتا ومع الداتابيز، وبعد ما يخلص يشوف هيعرض على انه ايه، على انه فيو، واوتوماتيك يحصل الكلام دوت، يحصل لك ريندر على الويب سايت. ده كده السايكل بتاعه الام في سي بشكل بسيط. ده كانت الايه السايكل بتاعه الام في سي. طيب يبقى كده نقول ببساطه ان الراوتر او الروتر كل فكرته ان هو بيخلينا نقدر نعرف العنوان اللي كتبه اليوزر، او اللي كتبه البراوزر، او اللي كتبه الموبايل ابلكيشن، خلاص، هيتعامل مع انه كنترولر، ماشي، هيتعامل مع انه كنترولر، و هيبدا يشتغل ويرد عليا بالايه، بالبيانات لنفس البراوزر او لنفس الايه او لنفس الموبايل ابلكيشن اللي موجود. المسار اللي اتكتب دوت هيعالجه ازاي، وهيشغل انه ملفات، وانه ملفات بالنسبه لي هتبقى هي الايه، هي اللي هتشتغل. تمام، يبقى الروتر دوت عنوان انت كتبته، وهو هيبدا يشتغل يقوم كنترولر معين، والكنترولر يبدا ياخد طريقته ويبدا يرد ايه، يرد عليك. فانا هبدا اعمل ايه، عملت فولدر اسمه كنترولرز، واعمل فولدر اسمه مودلز، واعمل فولدر اسمه روترز او راوتس، خلينا في راوتس، واعمل فولدر اسمه فيوز، رغم ان احنا زي ما اتفقنا في الاي بي اي مفيش فيوز، فمش هنستخدم الفيو ده دلوقتي خالص. دي كان الاستراكشر بتاعنا في الام في سي.